أهلا بيكم وفيديو جديد من قناتكم الآن تعلم، ويا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاد الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. من وقت للتاني بتعدي على الواحد وهو بيقرأ أحداث تاريخية غريبة جدا وغير منطقية، رغم أنها حقيقية 100% وحصلت فعلا. يعني مثلا أنا كنت بقرأ رواية لدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه، وبالمناسبة أنا من أشد المعجبين بدكتور أحمد وتربيت على الروايات بتاعته، والرواية دي كان اسمها أسطورة ملك الذباب. ذكر في أحد فصول الرواية أنه كانت فيه حملة مصرية سودانية على المكسيك، وطبعا ده خلاني أستغرب جدا، يعني إيه اللي يودي كتيبة مصرية سودانية تحارب في المكسيك وتعبر المحيط الأطلنطي الهائل على بعد 12513 كيلومتر من مصر؟ يا ترى إيه اللي وداهم هناك؟ وكانت إيه نتائج الحرب اللي اشتركوا فيها؟ تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان نعرف تفاصيل حملة المكسيك. سنة 1861، وبعد العديد من السنوات من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المكسيك، قرر الرئيس المكسيكي في الوقت ده بنيتو خواريز الامتناع عن دفع ديون المكسيك لدول أوروبا. وبعد العديد من المشاورات ما بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، قررت الدول دي التدخل عسكريا في المكسيك والإطاحة بخواريز من الحكم. قامت فرنسا وإسبانيا وبريطانيا بإرسال قوات استطلاع للمكسيك في محاولة لدراسة الموقف على الأرض والتوصل لأفضل طريقة لبدء الهجوم. لكن ولاكتشافهم أن الغرض الحقيقي من الحملة هو احتلال المكسيك بالكامل، ونتيجة لحرارة الجو الشديدة وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض في المنطقة، قررت كل من بريطانيا وإسبانيا الانسحاب مبكرا من الحملة سنة 1862. لكن قرر حاكم فرنسا في الوقت ده نابليون الثالث البقاء في المكسيك، لأنه كان بيطمع في إنشاء إمبراطورية كاثوليكية فيها يكون هو حاكمها، وبالإضافة لكده فكان بيريد تحقيق التوازن عن طريق وجود قوى أوروبية تقلل من النفوذ الأمريكي في المكسيك، وقام بتعيين ماكسيميليان الأول كإمبراطور تابع له على المكسيك. عانت القوات الفرنسية من خسائر كبيرة في الأرواح بسبب المناخ الحار للمكسيك ولدغات الحشرات الناقلة للأمراض، وبلغ عدد القتلى من القوات الفرنسية حوالي النصف من العدد الكلي. وكنتيجة لكده اقترح قائد القوى الفرنسية في المكسيك جوريادو لاجرافييه على الإمبراطور نابليون الثالث أنه يطلب من حليفه الخديوي محمد سعيد باشا حاكم مصر إمداده بقوات مصرية وسودانية تحارب في صفوف القوات الفرنسية وحلفائها في المكسيك، وده لأن القوات دي هتكون قادرة على تحمل الظروف البيئية القاسية بشكل أفضل من القوات الأوروبية. ووافق الخديوي على الطلب الفرنسي، وتم إرسال الضباط والجنود المصريين وإخوانهم السودانيين للمشاركة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وفي يوم 9 يناير سنة 1863 انطلقت السفينة الحربية سين من محافظة الإسكندرية، وعلى متنها كتيبة مكونة من 447 ضابط وجندي تحت قيادة أحد الضباط العثمانيين. وبعد 44 يوم في البحر، وبعد وفاة العديد من أفراد الكتيبة المصرية السودانية بسبب مرض التيفويد، وصلت السفينة الحربية إلى ميناء فيراكروس في المكسيك. تم نقل قيادة الكتيبة المصرية السودانية من الضابط التركي لأحد القادة الفرنسيين، ولتسهيل عملية التواصل وتلقي الأوامر ما بين القيادة الفرنسية والكتيبة المصرية السودانية، تم تعيين العديد من الجنود الجزائريين كمترجمين من اللغة الفرنسية إلى العربية والعكس، وتم منح جنود وضباط الكتيبة المصرية السودانية بنادق فرنسية حديثة بدلاً عن البنادق الضعيفة والغير فعالة اللي كانوا مزودين بيها في مصر، وتم تكليف الكتيبة بحماية خط السكة الحديدية اللي كان يتم إنشاؤه ما بين مدينة فيراكروز ومدينة سوليداد. لكن كانت المنطقة حول فيراكروز مليانة بعدد كبير جدا من قوات حرب العصابات المكسيكية بقيادة الرئيس المكسيكي بنيتو خواريز شخصيا، وسرعان ما بدأ الاشتباك ما بين الجانبين. ورغم خسارة القوات المصرية السودانية لعدد كبير من الجنود قبل بداية الاشتباك نتيجة وفاتهم بسبب أمراض الحمى الصفراء والديزونتيريا والتيفويد، إلا أنهم وفي مفاجأة مدوية قاتلوا بشجاعة منقطعة النظير وتمكنوا من هزيمة قوات خواريز في المعركة. وبالإضافة لكده نجحت القوات المصرية والسودانية مع القوات الفرنسية وحلفائها في الانتصار على قوات خواريز، وأجبرتها على الانسحاب في الهجوم الشامل على مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. وبعد الانتصار الكبير ده، تقدم الجنرال الفرنسي إلياس فريدريك فوري لمطاردة خواريز وقواته والقضاء عليهم، واصطحب معاه 80 فرد من المشاة المصريين. أعجب الجنرال فوري بشجاعة وبسالة الجنود المصريين والسودانيين لدرجة أنه وصفهم وقال: هؤلاء لم يكونوا مجرد جنود يقاتلون، بل كانوا أسودا شرسة.
وعلى الجانب الآخر اكتسب بنيتو خواريز شعبية كبيرة جدا ما بين الشعب المكسيكي باعتباره بطل قومي يقاوم الغزاة الفرنسيين وحلفائهم. وبدأت الولايات المتحدة بالتدخل في الصراع اقتصاديا ودبلوماسيا لصالح خواريز، وده لأن الولايات المتحدة ما كانتش عايزة منافس أوروبي توسعي زي فرنسا يهدد مصالحها على حدودها الجنوبية. ومع استمرار المعارك وبسالة وشجاعة الجنود والضباط المصريين والسودانيين، طلبت فرنسا من الخديوي إسماعيل اللي تولى حكم مصر بعد وفاة الخديوي محمد سعيد إنه يرسل المزيد من الجنود لدعم الحملة الفرنسية على المكسيك. لكن عارضت الولايات المتحدة بشدة الطلب ده، وأخبرت الخديوي انه هيتسبب في توتر العلاقات المصرية الامريكية، وبناء على كده رفض الخديوي اسماعيل الطلب الفرنسي. ومع استمرار الحرب وارتفاع تكاليفها المادية، بدأت الحكومة الفرنسية تعاني من ازمات اقتصادية، وانصرف اهتمام الشعب الفرنسي عن الحرب في المكسيك، وتحول اهتمامه ناحية التهديد الجديد القادم من بسمارك حاكم بروسيا. وفي النهاية قرر نابليون الثالث الانسحاب هو وحلفائه من المكسيك، وتخلى عن ماكسيميليان الاول اللي اعدمته قوات خواريز، وفشلت الحملة، وتمكن الجيش المكسيكي بقيادة خواريز من استعادة السيطرة على المكسيك بالكامل. تم سحب الكتيبة المصرية السودانية من المكسيك عام 1867، وتبقى منها 326 فرد بعد وفاة 121 بسبب الأمراض والمعارك. وفي يوم 9 مايو سنة 1867 قام الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث بصحبة شاهين باشا رئيس أركان الجيش المصري باستقبال الكتيبة المصرية السودانية أثناء مرورها في شوارع باريس عاصمة فرنسا. تم منح 56 فرد من أفراد الكتيبة وسام الشرف الوطني، وهو أعلى وسام تكريم في فرنسا. وبعد العودة إلى مصر استقبل حشد كبير من جماهير محافظة الإسكندرية أفراد الكتيبة، وتم تحييتهم والاحتفال بعودتهم. وقام الخديوي إسماعيل بنفسه باستقبالهم، وأقام وليمة على شرفهم في قصر رأس التين، وتم ترقية جميع الجنود والضباط اللي شاركوا في حملة المكسيك. طيب كالعادة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم عن طريق الضغط على زر الشير الموجود أسفل الفيديو، واشتركوا في القناة وفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم تنبيه أول ما أرفع أي فيديو جديد. أشوفكم الفيديو الجاي.